thank mm -hmm. you بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على النبي الاكرم. والرسول الاعظم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومجد وكرم ووالى عليه وعليهم ذلك وانعم. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل وان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت اليه المحافل. ايها الاحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تتشرف زاوية الشيخ سيد محمد بالقايد وهي تحتضن الملتقى الخامس لسلسلة الدروس المحمدية تحت محور العلم تتشرف باستضافة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرزاق الرفاعي من لبنان من بلد العلم والعلماء مفتي منطقة عكار وقاضيها الشرعي وعالم من الاعلام وداعيه من الدعاه الى الله على بصيره فاهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيل الدكتور. حياكم الله شكرا فضيله الدكتور ونحن في على هامش ملتقى الخامس لسلسلة الدروس المحمديه والذي كما سبق محوره العلم لا يخفى عليكم سيدي اننا في زمن كثر فيه العلم والحمد لله بتيسير وسائله. غير أن علماؤنا قديما قالوا بالعبادة تصل إلى الجنة وبالأدب في العبادة تصل إلى الله وعلمونا أن منزلة الأدب في الدين بمنزلة الرأس من الجسد فهل تفضلتم فضلتكم بالإشارة إلى بعض آداب العالم وآداب المتعلم مما يحتاجه كل واحد من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. وبعد فشكر الله عز وجل لكم هذا اللقاء وتهيئته ونسال الله عز وجل ان يبارك في هذه الزاويه والقائبين عليها. وان يبارك الدروس المحمديه ومن شارك فيها واعد لها وان يجعلها مناره للناس ومثابه هدى باذنه سبحانه وتعالى وبعد ثانيه فان موضوع العلم الذي هو عنوان هذه الدروس في هذا الملتقى الخامس لا شك انه عنوان من الاهميه بمكان لانه كما قالوا هو اساس الانطلاقه في اي امر راشد بعد ذلك. فاذا قصد الانسان بالعلم وقصد قبل العلم ان يعبد الله عز وجل لابد وان يعبده وان يدعو اليه على بصيره احتاج الى العلم. واذا اراد ان يخاطب الناس احتاج الى العلم. واذا اراد النجاه في الدنيا والفوز في الاخره ايضا احتاج الى العلم. ولذلك في القران الكريم ايات كثيره تدل على العلم منها ان الله عز وجل عندما قضى ان يخلق ادم عليه السلام وقال للملائكه عليهم الصلاه والسلام اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم اراد الله عز وجل ان يظهر فضيله ادم عليه السلام امام الملائكه عليهم الصلاه والسلام وهم الملائكه الذين علمهم الله عز وجل وتفرغوا للتسبيح والتحميد والذكر والتهليل وما شابه ذلك، كما ورد في ذلك الاحاديث الكثيره ان الملائكه على اصناف وان لكل منهم مهمه معينه. قال وعلم ادم الاسماء كلها. وتحت مفهوم علم ادم الاسماء كلها كلام كثير، علمه القوانين، علمه الاسماء واللغات، علمه اسماء المسميات، علمه الاسرار، المهم علم ادم الاسماء كلها. وبعد ذلك عرض الامر على الملائكه كما قص القران الكريم ولم يستطيعوا ان يجيبوا على السؤال اخبروني باسماء هؤلاء واعلمونا عن هذه المسميات باسمائها من باب الاختبار لهم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائي ولما تمت عمليه الانباء واعترف الملائكه عليهم السلام بانه لا علم عندهم الا ما علمهم الله عز وجل قال عند ذلك اسجدوا لآدم فكان السجود لاعتبارات عديدة منها أنهم سجدوا لآدم سجود تحية لهذا العلم الذي يحمله آدم عليه السلام وبالتالي كان آدم عند ذلك مهيئا بعد العلم الذي علمه الله عز وجل إياه أن يهبط إلى الأرض لأنه في الأصل قال إني جاعل في الأرض خليفة وليس المقصود في الجنة ومن هنا يدرك الناس أن الأمر بالعلم والتعلم وان كان يحتاج الى متعلم ويحتاج الى معلم ويحتاج الى موضوع بالتالي يحتاج الى يعني جمله من الصفات والاخلاقيات التي تلازم العالم المعلم وتلازم الطالب المتعلم والتي ايضا تكسب الموضوع العلمي الذي من اجله اجتمع اجتمع العالم والمتعلم من اجل الوصول الى الحق. ربي سبحانه وتعالى بين بانه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط يقول العلماء يكفي ان اولي العلم قد جعلهم الله عز وجل شهودا على ما تفرد به سبحانه وتعالى بانه قائم بالقسط فجعل شهاده اولي العلم مع شهاده الله عز وجل ومع شهاده الملائكه، مع ان شهاده الله كافيه، لكن اراد ان يظهر الله عز وجل فضيله العالم في مثل هذه الناحيه. وعندما نستعرض تاريخ شريعتنا الاسلاميه ندرك ان اول خطاب نزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم هو خطاب مبدوء بادوات العلم وهو القراءه كما هي الكتابه كما هو الكتاب قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اذا هناك المعلم وهو الله عز وجل علم الانسان المتعلم هو الانسان الموضوع علمه ما لم يكن عالما والاله هي القلم وبالتالي القلم هو يحتاج الى القرطاس فهذا فيه نوع من التضمين او التلازم ومن هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحنث أو يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى وكان عليه الصلاة والسلام في هذا التحنث أو التعبد كأنما يهيأ لأمر وفعلا تبين أنه يهيأ لأمر الوحي لما نزل جبريل عليه السلام إنما نزل عليه ليبثه هذه المعاني وهو الوحي وهي الوحي وايضا ليعلمنا ان الانسان بغير معلم مباشر لا يتعلم وانما بالمعلم المباشر ثم بعد ذلك يكون الفتح الالهي او ما يعرف وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما او اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما انما تكون هناك بدايات والبدايات لا تستلزم قلما وورقا قد تكون هناك بدايات التعلم بأن يجالس العلماء وأن يكون في حلقات العلم ثم بعد ذلك لو لم يحسن القراءة والكتابة إنما أصغى بشكل جيد ووعى بقلبه أيضا بشكل جيد ثم بعد ذلك طبق ما وعى وما فهم تطبيقا وسلوكيا جيدا يدل على قيمة العلم الذي يحمل ولذلك كان المعلم الأول للنبي عليه الصلاة والسلام هو الله عز وجل الذي قال فيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وامره ان يقول كما في القران الكريم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. نزل جبريل عليه السلام او انزل جبريل عليه السلام ليؤكد هذا المعنى وليبدا عمليه العلاقه بين المعلم والمتعلم على الارض من طبيعه الخلق لان الله عز وجل هو الخالق علم النبي عليه الصلاه والسلام لكن التعليم الان بالواسطه يعني عن طبيعه الخلق ملك مع انسان يوحى اليه حتى نتعلم انه لا بد من هذين الركنين في عمليه التعليم ان يوجد معلم عنده علم وان يوجد متعلم عنده استعداد ولذلك اول شيء في طريق التعلم ان يكون هناك نوع علاقه جيده بين المتعلم وبين المعلم هذه العلاقه مبنيه على الحب وعلى الرحمه وعلى الحرص وايضا يحاول المعلم ان يعطي اشعارا للمتعلم انه اتى لفائدته ما اتى لقهره او لايذائه ولذلك كان في ضم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه واله وسلم المره تلو الاخرى ليبين ان اي معلم اذا اراد ان يعلم غيره من طلبه العلم يجب ان يضمهم ليس حسيا ولو معنويا ان يشعرهم بهذه المحبه وهذه العاطفه كما اشعر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما ضمه إليه وفي كل مره يقول له اقرا يقول ما انا بقارئ ثم بعد ذلك قاله اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الى اخر الايات ولذلك يقولون ان اول درجه او اول آه مفتاح ان صح التعبير او اول صفه يجب ان يتصف بها العالم ان يكون رحيما بالمتعلم، ان يكون محبا للمتعلم، ان يكون حريصا على المتعلم، كما ان المتعلم يجب ان يكون ايضا رحيما بالمعلم، وان يكون محبا للمعلم، وان يكون متادبا مع المعلم، وان يكون حريصا على سلامه وعلى راحه المعلم، وذلك كما في قول الله عز وجل: يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول فيه أيضا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله نلاحظ هنا أنه عندما يصف يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم إذا المعلم يجب أن يكون معلوم الهوية ولو لم يكن من بني جنسنا مثلا ليس من لبنان ضروري ان يكون لبنانيا او في الجزائر ضروري ان يكون جزائريا او في مصر يجب ان يكون مصريا لا، لكن ان تكون هويته العلميه والسلوكيه والمعرفيه معروفه. لقد جاءكم رسول من انفسكم اي علمه ليس غريبا عنا او ليس بدعا من القول او ليس من الامور التي ليس تحتها طائل او عمل. جاءكم هذا الانسان يكتسب معنى العداله من انفسكم كما انكم عدول كما تثقون بانفسكم، كما تطمئنون الى معلوماتكم والى مناهجكم، هذا ايضا المعلم يجب ان يكون على هذه الصوره، لقد جاءكم رسول من انفسكم، والمعنى كما انكم، طبعا نحن ناخذ هذا الجانب في شخصيه النبي صلى الله عليه واله وسلم، لنعمم ذلك على غيره من باب القدوه والاسوه. يقول من انفسكم انتم تعلمون انه محمد بن عبد الله. تعلمون انه من احسن البيوت في مكه تعلمون انه لم يقع في معصيه من المعاصي وتعلمون انه الصادق الامين وتعلمون وتعلمون هذه الصفات عندما يقول لهم لقد جاءكم رسول من انفسكم اي انتم تعرفونه كما تعرفون انفسكم ولذلك اجملت هذه المعاني المعاني السيده خديجه الكبرى رضي الله تعالى عنها عندما نزل الناموس على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال له اقرا واتى الى السيدة خديجة وقال زملوني دثروني وقص عليها ما حصل معه وطبعا هو امر مفاجئ. قالت له كلا والله لم يخزيك الله ابدا. نربط هذه المعاني التي ستذكرها السيدة خديجة مع قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم اي تعرفونه من الفه الى يائه كما ان صح التعبير تعرفون نسبه وحسبه وصدقه وامانته ومرؤته قالت لن يخزيك الله ابدا انك تصل الرحم. وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وتؤدي الامانه، وتحمل الكل. عندما يعني ينظر الانسان الى هذه المعاني وتصدق الحديث هذه القواعد السبعه او الثمانيه يدرك ان السيده خديجه رضي الله تعالى عنها تضع هذه الصفات التي عرفتها من النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يوحى اليه. تضع هذه الصفات في شخص النبي عليه الصلاه والسلام في موضع إن صح التعبير صمام الأمان أو بطاقة الأمان لكل من اتصف بها أن الله تعالى لن يخزيه، وبالتالي يمكن أن يكون قدوة وأسوة للآخرين، ويمكن أن يكون مؤهلا لأن ينزل عليه الوحي، يعني المعنى أنه لن يخزيك الله أبدا، إن لن ينزل عليك عفريت أو جن أو تتعرض لأمر أنت تخاف منه، لكن أيضا كأنما تقول أنت تستحق هذا المعنى، وأنت مؤهل أن تكون متعلما وغدا معلما. وأن تكون موحى إليك وأن تكون مبلغا السبب أنك صادق في الحديث أنك تؤدي الأمانة أنك تكسب المعدوم أنك تحمل الكل أنك تقدم الضيافة للإنسان الذي يكون يعني ضيفا غريبا على المنطقة أنك تصل الرحم إلى آخر ما هناك وتعين على نوائب الحق ولذلك قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم بهذه الصفات كما تعرفون انفسكم انتم تعرفونه ولذلك كان مشهورا بالصادق الامين، هذه من الصفات التي يجب ان يتحلى بها المعلم حتى يكتسب ثقه المتعلم وحتى يطمئن المتعلم اليه ليلقي اليه بكليته وليضع قلبه بين يديه كي يقوم على تخليته وتحليته وتشكيل شخصيته. عزيز عليه ما عنتم وهذا من طبيعه المعلم ان يعز عليه عنت تلامذته او اتباعه اي ان يقعوا في المشقه العنت هي المشقه او الحرج وبالتالي هو دائما يبحث عما عن يخفف عنهم او ييسر عليهم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه يصعب عليه يشق عليه ان يشرع لكم او ان يقع لكم ما قد يدخلكم في العنه او يدخلكم في المشقه ولذلك كانت الشريعة الإسلامية بعد ذلك من سماتها الأساسية كما أنها ربانية وعالمية أيضا عالمية أيضا كان فيها معنى رفع المشقة ورفع الحرج ووضع الآصار وأن هذه الشريعة مبنية على اليسر والسماحة وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار إسره ما لم يكن إثما عزيز عليه ما عنتم أي عنتكم ما مصدرية عزيز عليه مع حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص وبالمؤمنين رؤوف ورحيم حريص عليكم يقول اهل التفسير والحرص منه عليه الصلاه والسلام كما يجب ان يقتدي به طال المعلم بعد ذلك انه يحرص على نفع من ينتسب اليه او يتعلم بين يديه ولو لم يكن هذا المتعلم عالما بذلك يعني قد تكون انت في بيتك ولا تدري ما الذي يحدث النبي عليه الصلاه والسلام حريص على هؤلاء المؤمنين حريص عليهم في دينهم حريص عليهم في ابدانهم حريص عليهم في ذرياتهم حريص عليهم في اموالهم ولذلك يتجلى هذا الحرص مثلا في ان الله عز وجل خفف عن الامه في الصلاه من خمسين الى خمس صلوات باشاره سيدنا موسى عليه السلام وانه عليه الصلاه والسلام من حرصه عليهم انه كان يدعو لهم بنزول الغيث اذا ما اصابهم القحط كان إذا سمع وجبة أو صوتا أو أمرا ما يخيف كان أسرعهم إلى مكان الصوت وإلى مكان الحدث وكان يقول لهم ارجعوا لن تراعوا وأنا بين أظهركم صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الكسوف أو الخسوف بادر بنفسه سريعا إلى ذلك للصلاة والدعاء والاستغفار والتسبيح والذكر كما علمنا عليه الصلاة والسلام لأنه يخاف على أمته حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه الرأفة والرحمة الرحمة يتعامل بها الناس وهي جزء من يعني مئة جزء ادخر الله عز وجل تسعة وتسعين جزءا ليوم القيامة يرحم بها العباد وواحد من هذه المئة جزء واحد به يتراحم الناس وتتراحم الدواب في الأرض حتى بيّن عليه الصلاة والسلام حتى ترفع البهيمة حافرها عن وليدها خشية أن تطأ قال هذا, هذا, هذا الفعل قمة الرحمة الذي نراه من البهيمة هو جزء بسيط من جزء واحد على مئة من رحمة الله عز وجل وأما الرأفة قالوا الرحمة أن ترحمه عند نزول أمر وأما الرأفة أن تتوقع له يسرا أو رحمة قبل أن يقع الأمر يعني إذا رأيت إنسانا جريحا مريضا ترحمه أما إذا رأيت إنسانا تخاف أن يمرض فتدعو له بأن يحفظه الله هذه رأفة سابقة على الرحمة ولذلك قال بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه من علامات المعلم مع اخوانه مع اصحابه وان كان للنبي عليه الصلاه والسلام المقام الاعلى. وايضا عندما يقول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ثم يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم البعض من المفسرين استشرف الايه واستشف منها. بانه جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم هذا في دعوه الناس وفي تعليمهم وارشادهم وفي الحرص ان يدخلوا في دين الله عز وجل فاذا استجابوا فبها والا الرافه والرحمه تبقى للمؤمنين محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم كما في قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ثم قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم كونه عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء القوم ولو كانوا على كفرهم كان ضمانة وكان حفظا لهم من عذاب الاستئصال أو من العذاب الذي قد يسلطه الله عز وجل على المكذبين